أختنا سلوى من السعودية تقول: هل يجوز للمرأة أن تعطي ابنتها من زكاتها مع أن هذه البنت ليست متزوجة ووالدها موجود وهي عندها في المنزل؟ هي نعم، أنا سألتها يعني ما السبب. إذا كان عليها ديون فيجوز أن تعطيها في وفاء الدين، نعم، لأنه لا يجب على الولد الوالد وفاء دين والده إذا كان سببه، نعم، إذا لم يكن سببه التقصير في النفقة. نعم، إذا لم يكن السبب تقصير في النفقة وتحمل الولد ديون، فعند ذلك للوالد من أب أو أم أن يدفع زكاته في وفاء دين ولده، نعم، لأنه هذا ليس واجبا عليه. أما إذا كان هذا الدين ناشئا عن تقصير الوالد في الزكاة في النفقة، فعند ذلك لا يجوز له أن يدفع من الزكاة، لأنه يدفع بذلك واجبا أو يسقط بذلك واجبا قد ثبت في ذمته وهو النفقة. هذا ما يتصل به. لكن الشيخ، إذا كان الدين هذا بسبب أمور كمالية، كماليات مثل فاتورة الجوال، لا بأس إذا كان قد ثبت في ذمته وقد يستمر يعني دائما، يقول خلاص الزكاة الآن لا زكاة، ولا كل حال ينبغي أن يتحرى وله أن ينظر والده، لكن نتكلم عن الجواز. إذا في الحالة الواقعة إذا كان قد ترتب في ذمته دين فله أن ولو كان من أمور مباحة، نعم، فإنه يوفى من الزكاة لا حرج، لكن يعالج الإنسان الأمر بما يحقق المصلحة، فينظر الوالد سواء عد للولد أو لغيره، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيبحث عن الأنفع، فإن الزكاة والصدقة يعظم أجرها بما يترتب عليها من النفع.